مرحبا، اليوم عم نحتفل بكورونا بالعيد الثالث، عيد ميلاد الثالث لكورونا. طبعا كورونا يعني أثبتت أن هي تتفوق على نفسها وحصدت مثل بنته لماهر الأسد المرتبة الأولى والثانية في كأس الفيروسات، يعني سبقت أنفلونزا السارس والخنازير والطيور وكلها، أخذت الأول والثاني كورونا، الثالث راح للسارس والخنازير والطيور والأنفلونزا الموسمية. هلا بدنا نحكي عنها، يعني نحكي على أشياء يعني لازم بقى بعد هالسنتين يعني نلخصهم هيك، ما أحكي لكم أرقام وكذا أرجع لكم رأسكم، نحكي لكم المبادئ ممكن نستنتجها من تجربتنا بكورونا. طبعا كورونا يعني قدرتها على التجدد وكذا هائلة، ليه؟ لأنه يعني توحي ذلك بأنها مصنعة وليست طبيعية، هي ناتج عملية تلاعب بالجينات. بالمختبر حاولوا يتلاعبوا بالجينات ليطالعوا شغلة جديدة، ما بيعرفوا، على قلة خبرة، على قلة دراية، على قلة حرص تسرب من المختبر. والصين مسؤولة عن هذا، والعلماء كلهم بالعالم مسؤولين عن هذا التلاعب بالجيني الغير منضبط الغير مدروس، الولدنة يعني. ولدنة العلماء انه كيف بتقيم فيروس من 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 جينات من فيروس بتحطها بفيروس ثاني هيك بدون ما تحتاط، بدون ما تحسب حسابات، بدون ما كذا. ايه شو ما طلع يطلع، شو علي جربها على طيور بتهرب الطيور كذا، يعني في شيء من هذا حقيقي. والصين مسؤولة، وهالطريقة بالعلم يعني كتير قبيحة وبشعة، لأنه شايفين ما عم يستقر الفيروس، لأنه مو طبيعي ما عم يستقر، لأنه مثل الذرة المنشطرة ما بيستقر لتصل لحالة طبيعية من توازن البروتونات والنيترونات ودخول وخروج القدرات المغناطيسية، كموم الخروج وكموم الدخول، لا ما بتستقر الذرة حتى تأخذ وضع معين بعدد ذري معين بنسبة معينة بكذا، وإلا بدها تدل الشعلة حتى تستقر. إذا هذا هو اللي بدل طالع، فهذا الفيروس هيك شيء، يعني حطوا فيروس الجينات اثنين مع بعضهم ما زبطوا على بعضهم، ما بدها تدل تتفاعل وتتغير وتتحول لتستقر لفيروس عادي طبيعي منطقي، لأنه الكون محكوم بمنطق وبمقادير وبمعايير وبقوانين ثابتة ما بيستقر عليها، ما بيستقر الوجود إلا عليها الوجود حالة دائمة من الحركة، لكن استقرارها بيستقر على نظم. هاي النظم مش موجودة لأنه خربطوها، أن فوتوا نظام تاني. يعني هذا هو الموضوع بالأساس، موضوع كورونا جريمة علمية ارتكبت الصين، وهذا اللي خلى الناس تفكر بعقلية المؤامرة. وحتى الآن في ناس يرفضوا بياخدوا لقاح، بيفكروا أنه عقلية المؤامرة هي بدها هيك لتخلص عدد السكان. وأنا برأيي فكرة تقليص عدد السكان كتير مهمة صارت، لأنه مو بس ساعة البشرية بس، مش هيك؟ يعني أن الناس فكروا أنه فعلا، يعني في دراسات بتقول أنه عدد أنه العالم يستوعب نصف عدد السكان الحالي، وأكثر من هيك ما بيتحمل موارد البيئة وكذا بالآخر. فبالتالي تخفيض عدد السكان، مين نخفض؟ نقتل الأولاد؟ لا، نقتل الكبار. إذا من زدت لهم فيروس يموت الكبار مثلا، يعني بتفكر الناس هيك، فبتلاقيها منطقية وفي حاجة اقتصادية لو في حكومات لا يمكن للسوق فيها، مثل حكومات الفاشية والحكومات المافيوية وكذا. يعني بتصير يعني الناس وقت تفكر بعقلية المؤامرة طبيعي. ليه؟ لأنه الإجراءات اللي صارت توحي بأنه هناك مؤامرة. يعني شو هالعمليات الإغلاق الكبرى والتضخيم والكذا الآخرية؟ يعني هجي بقى شغلة بسيطة، أنه وقت طلعت كورونا يا لطيف اعتبروا انه 10% من الناس، رقم 9.9 فاصلة مدري قديش رقم الوفيات من عدد الإصابات، 9%، يعني كل 100 بيموت من 9. طيب هيدي هلا مرق سنتين مو سنة، قلنا لكم بعد سنة راجعوني، عدد الوفيات في العالم لن يتغير نفسه، يعني إذا زاد بزيد له شوي صغيرة عن عدد طبيعي، يعني مش أكتر يعني. المهم عدد وفيات كورونا 5 مليون. أيوة 5 مليون مدوهن على تلك سنة واحدة، يعني دبل وفيات الانفلونزا العادية الموسمية.
يعني دبل دبل شوي معلش. طيب شو صار؟ ما صار شيء. بعدين هؤلاء الناس اللي ماتوا بالانفلونزا كانوا بدهم يموتوا بالكوفيد، كانوا بدهم يموتوا بالانفلونزا، يعني ضمنا جماعه الانفلونزا، لان الانفلونزا بتقتل الكبار بالعمر التعبانين كذا، والكوفيد بيقتل هيك شيء. فاذا اذا عدد الموتى عدد القتلى ما تجاوز ابدا. يعني بالسويد مثلا 15,000 واحد ماتوا، طبيعي الطبيعي بيموت يعني أكثر من هيك، بيموت 30,000، نصه مات اعتبرنا مات من كوفيد، نص هدول كان بده يموت بالفيروس، يعني ما تغير كتير النسبة يعني، والبقايا كان معهم أورام، كان معهم شغلات، كان معهم يعني اللي ماتوا صغار وبشكل مفاجئ وما معهم شيء، يعني عدد ما كبير أبدا وما بيغير النسبة يعني. ما تغيرت نسبة الوفيات بالسويد عن معدلها السنوي. طيب هاي السويد ما سكرتها. طيب. بدول آسيا وكذا أقل الإصابات، لحتى الآن عم تلاقوا أوروبا وأمريكا وكندا أكثر بكثير الإصابات من أي منطقة تانية بالعالم. ليش ما بعرف، بحب الأوروبي يبدو الطقس، يبدو طبيعة تكوين الجينات، طبيعة تكوين المناعة، يعني عنده ولع بالعرق الأبيض، عنده ولع بالعرق الأبيض. إيه معلش شو بدنا نعمل، نحن أسمر الحمد لله، أسمر صيني أفريقي شو اسمه يعني مهجان، أقل نسبة تلت، يعني تلتين الإصابات بهذاك العالم، وتلت 33% 60-70-80% هون. ايه فاذا يعني الاصابات هيك موزعة يعني بكل العالم تلت، باوروبا وامريكا وكندا تلتين. طيب اذا نحن عم نحكي على التهويل اللي صار بنسبة الوفيات، قلنا له نسبة الوفيات هذا النسبة مش مزبوط، عم تدرسوا رياضيات مش مزبوط، انتو عم تدرسوا العدد اللي انتو حللتوا له، انتو نسبة الوفيات العدد اللي انتو يعني اللي فاتوا على المستشفى، اللي قاعد برا واللي انصاب واللي طاب، حدا حسبه. فمش هو تقولوا على نسبة مثلا 9% من عدد الإصابات، بتقولوا 9% من الحالات التي تأكدت في المستشفى، دخلت المستشفى وتأكدت إصابتها بالمستشفى 9%. يعني منيح، هلا اللي يفوتوا على المستشفى بفوت، ما بفوت الواحد ليكون الأكسجين بلش ينزل عنده تحت 80 وتحت 70 وداخلي، بفوت على المستشفى ما بدخله أصلا، يعني معناتها إصابته شديدة، يعني معناتها الحالات التي تتطلب العلاج في المشفى بموت منها 10%، ممكن هالحكي بعد ما طوروا أساليب العلاج والأدوية وتميع الدم وكذا وإلى آخره، بعدين انخفضت النسبة كمان للنص، يعني للنص يعني 5% من اللي بيدخلوا المشفى. منيح كتير، بس من الإصابات نص العالم انصابت اليوم نصف العالم أصيبت بكورونا. سألوا الناس بتلاقوا انه نصف العالم اصيب بكورونا، يعني اصيب 3-4 مليار، 5 مليار، مات قديش مات واحد، خمسة مليون، يعني واحد بالالف. منيح، واحد بالالف نسبة الوفيات، واحد بالالف، قلنا لكم مو 9%، واحد بالالف، لا تتجاوز 2 بالالف. بكرة بتشوفوا تحديتكم، وهذا اليوم عم بتحدى كل هاي الناس اللي بتحكي بتتفز لك وبتعمل لك، العلماء الاحصاءات اجهدوا شوي، عرفوا شو عم تحكوا، عرفوا شو عم تحكوا. نسبة 9% من شو؟ من عدد الاصابات المثبتة، بتقولوا هيك 9% عم يموت، بتعمم بالطريقة الغبية هاي الاعلامية الغبية. فانا هاجمت الاعلام لانه الاعلام استفاد كتير من هذا، هو المؤسسة الوحيدة اللي استفادت هي الاعلام والتجارة عن بعد والانترنت والشغلات. ليش؟ لانه بتبيع وهم، عرفت كيف؟ بتبيع وهم. فالإعلام هو ركز وعمل شغلة إعلامية وصاروا يعملوا لي تركوا كل شيء أخبار ويلحقوا لي كوفيد وكوفيد وكوفيد وكوفيد. صارت موضة كوفيد لدرجة صرنا يعني نكرهه مثل ما بنكره بشار الأسد. صرعتوا سمعنا، يعني نزلت ناس مظاهرات ليه؟ صرعتوا ربك، يعني شو بس كل يوم والتاني إغلاق، كل يوم والتاني إغلاق، كل يوم. يا أخي ثبت إنه مفيد عملية عزل المرضى، يعني الكارانتين، الكارانتينة، عرفتوا شو الكارانتين؟
مفيد. أي مريض مصاب أو مشتبه به أو مخالط يجب عزله، كتير مفيدة هاي، وهذا هو الأساس بفكرة العزل. التباعد الاجتماعي فقط النوم في غرفة واحدة وجمالة العمل الطويلة. التعرض العابر بالباص وبالسوبر ماركت وبالكذا ما بيأثر، بالطيارة بيأثر لأنه جو صغير كتير والهواء بيضخوه بيرجع بيضخوه بيرجع بيضخوه بدون أن ينقوه، مفروض يحطوا جهاز بالطيارة يعقم الهواء قبل ما يضخوه، يعني كل ما يسحبه وبده يضخ يجدده للهواء بده شو يعمل، بده يمرقه على الأشعة السينية. هذا ضروري، جهاز أشعة سينية بالطيارة يعقم الهواء، بتصير الطيارات كلها قابلة إن هي يقعد فيها الناس بشكل عادي. فإذا الجو المحصور بالطيارة والهواء المضغوط والكذا والنفس عن نفس هذا بيأثر، الجو العمل إذا كان مكتظ وقاعدين جنب بعضهم كلهم سوا، إذا واحد مصاب بعديون فترة طويلة، والنوم بغرفة واحدة هذا كثير مهم. إذا واحد منصاب مو مبين عليه أعراض أو لسه ما بينت عليها، بينفس كميات هائلة من الفيروس، أنت بتلقط الجرعة الأولى اللي بتأخذها من الفيروس هي بتحدد شدة الإصابة، مناعتك والجرعة الأولى هذا الشيء ثبت أكيد. فإذا أنت تعرضت لجرعات صغيرة مناعتك الغير نوعية تستطيع التعامل معها، ثم تستطيع أن تبدأ بتشكيل مناعة نوعية مثل اللقاح. إذا تعرضت مرتين ثلاثة بالطريق بشكل عابر خلال فترة أسبوعين سيصبح عندك مناعة من كورونا دون أن تتلقح. لهالسبب فكرة الإغلاق كانت فكرة مدمرة وما فيها منطق أبدا، إغلاق ما إلى منطق أبدا. تمشي بالطريق تحط كمامة بالباص كذا بكفي، أكثر من هيك بالسبب أكثر من هيك ما. أما إغلاق تقعد ببيتك ممنوع تطلع، دمروا الاقتصاد ودمروا فرصة انك انت تشكل مناعة وتتعرف على المرض بطريقة صحيحة طبيعية مثل عادية. لك حتى الجوامع سكروها، الجامع بيفوتوا ربع ساعة بيصلوا وبيمشوا، شو بصير؟ يبعدوا شوي عن بعضهم. ليه تسكر جامع؟ يعني شو بصير؟ مثل الطريق مثل السوبر ماركت. ليه عم تسكروا يعني؟ ليش يعني؟ لأنه جامع بدك تسكره، بدك تثبت إنه الدين ممرض يعني مثلا إيه. فإذا فكرتين أساسيتين، التعرض العابر مفيد ويشكل مناعة، طبعا هلأ صار فيه لقاح يعني، بس كمان يعني بالحالة الطبيعية وإلا كانت تنقرضت البشرية. المناعة الغير نوعية ضروري تكون قوية عند التعرض العابر، يعني ما تكون بحالة مريض، يعني المرضى اللي عندهم مناعة ضعيفة جدا أو عندهم جسم ضعيف جدا ما بيفيدوا هذا الموضوع. ليه؟ لأنه ما نواثقين نحن بأنه هاي المناعة الغير نوعية قادرة تتعامل معه، ممكن نكون نحن عم نقتله. لهالسبب بس المرضى الكبار السن اللي عندهم إصابات أورام اللي عم ياخذوا علاجات كيميائية اللي كذا للآخرية، هدول ما بدنا نعرضهم للتعرض العابر، بدنا نستنى اللي يجي لقاح لحتى نلقح. اذا هدول هن اللي زمرة المخاطر اللي كان لازم نقول لهم عدوا ببيوتكم، انتم عدوا ببيوتكم، لانه اذا تعرضتوا للفيروس ما بنعرف شو بصير. فهدول كان لازم نعزلهم، اما مو نعزل البشر المنتجين الاطفال مدارس لا نعزلهم. فالفكره ما كانت صحيحه ودمرت الاقتصادات، واجت الدول استفادت منها لتحصيل مكاسب سياسية اقتصادية هتكتشفوها خلال الفترة القادمة، اللي هي العودة بالجملة والمفرق عن الليبرالية والحريات إلى الدولة الشمولية التوتاليتارية التي تتحكم بالاقتصاد. صارت الشركات كلها مدينة لسياسات الدولة، بعكس ما كانت تسير فيه الأمور. كانوا الشركات الكبرى هم الذين يحددون السياسات. اليوم رجعت الحكومات استغلت كوفيد لحتى ترجع هي بتحدد الاقتصاد، انت ارباح وانت نزيل وانت مدري شو. مثل ما عم يعمل اردوغان هلا، بده يخفض سعر الفائده، البنوك بدها ترفعها مشان تجيب مصاري، بده يخفض، طيب بده يخفض سعر الفائده مشان العالم تستثمر.
قام شو عملوا العالم؟ صاروا يغيروا العملة، ما عادوا يحطوا بالعملة، العملة عم تهبط. فعمليا انت عم تعطي سعر فائدة على عملة، عم تعطي 15% مثلا بتركيا، لأن نسبة التضخم يعني هبوط سعر العملة 15%، عم تعطي عمليا ما في ربح، يعني عمليا مو فائدة، هي تعويض خسارة. قيمة العملة عم تهبط 15%، عم تعطي فائدة 15%، إذا أنت عم تعوضوا على الخسارة. إذا حطيت دولار رح تأخذ دولار، الدولار ما عليه فائدة بتركيا. بتحط دولار تأخذ دولار، بينما هون دي صرت أنت بدك تحطه، بدك تحطه ليرة، ليرة تأخذه قديش؟ تأخذه نص ليرة؟ لا، ما بمشي الحال. فالسبب انهارت العملة وقت اللي هو قرر يخفض سعر الفائدة، انهارت انهيار كامل يعني. ليه انهارت؟ لأنه ما بقى مقبول يعني إذا العملة بدي أحطها بالبنك أخذها نص قيمة بعد سنة، شو بستفيد؟ لا، بقلبها دولار. فراحت كل العالم تقلب دولار. فما بيحسب، ما بيحسب، ما بيحسب. وهو نفس الشيء كور الدول. الدول نفس الشيء، طلعت عملة وعطت قروض للشركات، أنتم نعطيكم قروض، نعطيكم كذا، ما ركتهم. مسكت الشركات، كل الشركات الكبيرة أخذت قروض، الشركات الصغيرة المتوسطة فلسوها. وبتحدى غير الشركات اللي تشتغل على التسويق وعلى المدري شو الإلكتروني والكذا الآخري، شركة واحدة استطاعت أن تمر دون خسائر فادحة مدمرة من الشركات الوسطى والصغيرة. يعني ما في حدا ما تدمرت عماله التجارية وعماله وعمله كذا، واللي شغله واللي كذا والآخري، يعني اللي قاعد بالبيت لو الدولة طبعت عملة وعطته رواتب كمان، هذا ما بيعيش كان. وبالتالي الدولة ارتكبت حماقة اقتصادية هائلة سندفع ثمنها طويلا وطويلا جدا. الحماقة الطبية اللي صارت هي فكرة الإغلاق، الإغلاق التام. هذا مش طب، هذا رعب، هذا رعب، لأنه بالسويد قالوا إنه هذا مش صحيح، مش صحيح ومش مزبوط. هذا الرعب وجبن وخوف غير مبرر وغير علمي وغير إلى آخره. يعني إذا الطبيب مرعوب سكره، حدو، بطلوا، عملوا مدري شو، مش صحيح. وثبت إنه مش صحيح، إنه هستيريا. قلنا هستيريا، قلنا تلاعب بالاقتصادات، قلنا مؤامرة يعني فيروس مصنع، وقلنا دول بدها تختبر قدرتها على السيطرة على الشعوب وعلى الاقتصادات. وفعلا اختبرت، في دول نزلت دبابات، يعني نزلت دبابات تقاوم الكورونا بالدبابة، نزلت الجيش، نزلت دبابات، صرت تروح على الجيش بدل ما يستقبلك موظف المطار صار يستقبلك ضابط بالجيش وحاطط رشاشه جنبه، ايش شو بدك تعمل يعني. فيعني الدولة استعرضت قدراتها القمعية، الدول الحكومات، واستعرضت قدراتها على التحكم بالاقتصادات، وحطت الشركات تحت باطها وكذا. والآخر شيء في النهاية مختلفين ببعضهم السياسيين لدرجة مقرفة، يعني مقرفة. يعني الحكومة بعد ساعتين استقالت، ساعتين، كل ساعة تشكل ساعتين الحكومة، بس تستمر ساعتين، بعد ساعتين بتستقيل. ليه؟ طيب إذا أنتوا السياسيين مش قادرين تتفقوا، والشعب مش قادر ينتج سياسيين يتفقوا وعندهم سياسات واضحة، طيب مين بده يحكم بلد؟ إذا بلد فاتت بالفوضى، وفعلا فاتت بالفوضى، وميزانية ما في، وتدوير أرقام وتدوير موازنات وتدوير مدري شو، وكل الأمور فاتت بعضها بطريقة ما أنت نحسب. بكرة تصحوا بتلاقوا أنه في مصايب حدثت في خلال هذه الفترة. إذا نرجع منكد على شغلة أساسية، الكارنتين يعني العزل للمصاب مفيد جدا. ما بصير تقعد جنب واحد مصاب، ما بصير تفوت لحده لابس كمامي هو لابس كمامي شوي وبتطلع، هذا شيء ضروري كثير ومهم كثير. التعرض العابر ما بضر، بفيد، ما بضر إلا لذوي المخاطر العليا. إذا فكرة الإغلاق فكرة مش صحيحة، فكرة إنك أنت يعني تقعد جنب المريض هذه فكرة غلط كبيرة. النوم، التباعد الاجتماعي فقط في غرف النوم والعمل الطويل لمدة طويلة، مو التباعد الاجتماعي انك انت يعني ما تشوف حدا وما تروح لعند حدا وما تروح على مطرح وما تطلع على حديقة وما، ما صحيح هذا، هذا ما صحيح. التباعد مثلا تخفف النسبة، مثلا انت على الكاونتر على ماشي مثلا واقف بالدور كذا، اذا فيك تبعد لك متر مترين عن الزلمة الثاني بصير، بدك تعطس كون حاطط كمامة مشان ما تنشر المرض اذا كنت مريض يعني.
هاي يعني هذا بهالحدود هذه، لكن لا يعني الإغلاق. نرجع نجيب على الأدوية والآخرية، الأدوية اللي فادت مع صارت معروفة يعني ما في داعي كثير نحن نحكي فيها. أكثر شيء فاد تمييع الدم، لأنه يبدو أنه معظم الناس اللي ماتوا بخسرات، فتمييع الدم ضروري كثير كان، الأكسجين مراقبة الأكسجين ضروري، وانتبهوا ما بيظهر أعراض زرقاء عند نقص الأكسجين، يعني ما بيرتفع CO، ينقص الأكسجين دون أن يرتفع CO2، عرفتوا شو؟ وبالتالي ما بيزرق المريض، يعني لا تراقبوه باللون، كنت تفحصوه بالجهاز. بالجهاز كثير مهم هذا موضوع الأكسجين، مهم جدا. النقص الأكسجين بده علاج، بده علاج فاعل بالأكسجين. الأدوية الثانية المضادات والكذا والآخرين ما بعرف يعني بالضبط، لسه ما وصلت أنا لقناعة إنه فائدتها أكثر من ضررها. هلأ بالحالات الخطرة كتير أوكي، بس يعني الدواء اللي خطر كتير والمرض ما هو هالدرجة من الخطورة، نأجله نأجل استعماله لحتى يدخل المريض بحالة يعني تقريبا صعبة، ساعتها تستخدم كل الأسلحة ما مشكلة، يقول لك الزلمة تعب خلاص يبرر بقى كل شيء. الأدوية الثانية الفيتامينات والأغذية والحالة الصحية الجيدة ولعب الرياضة أكيد أكيد مفيد، وفيتامينات وأملاح ومعادن وكذا، صرتوا بتعرفوها، الزنك وجمعته وفيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين، يعني بتشربوهم هدول مفيدين جدا. ايه هدول شغلة. بعدين الخافضات الحرارة كتير ما تفيد، بتضر. اللقاح، اللقاح ضروري، وكل واحد يتفزلك ويحكي انه هاللقاح بغير جينات، هذا الحكي بلا طعمه ما له اهميه. وفي مؤامره، في مؤامره بس مش اللقاح جزء منها. اللقاح ضروري كثير ومفيد جدا، وخاصه لقاح هذا الام ار ان، الام ار ان اي، هذا كثير مفيد وعملي جدا وفكره ذكيه جدا، وستكون بكره لقاحات ضد الاورام ولقاحات ضد المدري شو كثير، رح تصير بحر هذا الموضوع، رح يصير بحر، رح تصيروا تاخذوه مثل ما بتاخذوا شو اسمه، مثل ما بترموا السيتامول والفيتامينات، هيك رح تصير. هذه الاداه الطبيه الاهم اللي اخترعوها جديد في التعامل مع الجسد، في التعامل في الطب، هي الأداة. فإني تستعجلوا على شغلة كوفيد، لكنها هي بحر هائل من العمل، مش بس للكوفيد ولا غيره، ولا غيره مورس، ما بيغيره مورس، الخلية بعد ما تتميز ما عاد فيك تغير الأشي، إذا بدك تغير مورسات تغيرها بتكون بيضة ملقحة بهديك المرحلة. إيه إذا دخلتوا الفيروس أو الـ RNA للبيضة بمرحلة التلقح، يعني وقت اللي كانت ملقحة بحالة انقسام، ممكن يعني تلزق لها بشي محل تعمل لها مشكلة بالصدغيات، يعني بفترة النطفة بحالة الانقسام إذا دخل لها هذا الفيروس يعني. بس نحن ما عم نحقنه بالخصية، لا عم نحقنه بالمبيض، عم نحقنه وين؟ عم نحقنه بالعضلة. نحقنه بالعضلة، العضلة اللي تتعامل معه كجسم غريب، كجسم غريب وتشكل له مناعة، يعني هذا فكرة انها تعدل بالفيروسات حتى لو كان الانسان في سن الخصب، انا برأيي فكرة كتير سخيفة وما لها اساس، لانه البيضة الملقحة ولا النطفة ما مفتوحة للسيروم للمصل، هي مفتوحة الى غلاف، الى خلية، الى كذا، هي خلية، وبالتالي مش صحيح انها تدخل على النطف وتغيرون، او تدخل على الجينات تبع البيضة الملقحة وبتغير. ففكرة التغيير الجيني عن طريق الـ mRNA اللقاح، يعني الموديرنا والمدري شو والتانية، هذا الفايزر، ما صحيح هاي الفكرة ما صحيحة، واللقاح ما بيأثر وما بتدخل أي بروتين بالدم بيدخل على الجينات وبيغيرها، لا نحن إذا ندخل على الجينات لجوا بدنا نفوت لقلب النواة، وما بيدخل لقلب النواة إلا فيروسات محددة، يعني في فيروسات معينة بتفوت لقلب النواة، فنحن منحمل بقلب هاي الفيروسات المادة ومندخلها لجوا لحتى تفوت منشان نعمل تعديل جيني. ففي فيروسات بتفوت وبتعمل تعديل جيني، في فيروسات بتفوت بس بتفوت بتضرب الخلية بتدمرها،
تضرب الخلية بتدمرها، مو بتعملها. إذا فاتت على الخلية النطفة ودمرتها ما بقى تلقح يعني، ولا بقى يعيش الجنين، فبتطرح يعني. حتى لو فاتت وشوهت هذه الصبغية فبدها تفوت لجوا على الجنين، الجنين ما بقى يعيش لأنه توازن دقيق جدا يعني، ما بقى يعيش، بيموت، بتطرح يعني، ما بسبب حمل، بتطرح. وبالتالي مستحيل، أنا شايف أنه مستحيل تصير في أي تعديل جيني على من خلال الحقن، لأنه بيقرصنا كل يوم آلاف الحشرات يعني اللي بتفوت من بتحط بروتيناتها، لعابة وبروتيناتها وكذا وإلى آخره، وسمومها بتحطها بالجسم. ما هي شغلة يعني بفوت على جسمنا آلاف يعني من الوخزات ومن كذا، بتفوت على المصل وبتعامل معها الجسم. كم نحلة بتقرصك، وكم دبانة، وكم برغشة كل يوم، كله هاي بروتينات. مثل هذا بروتين، هذا شو يعني، حمض الريب النووي يعني، معروف يعني تركيبته، معروف بالذرة مثل ما بيقولوا. ايه ما يعني، ما هو الموضوع، الفكرة انه هو ما بيتاخد بسبب، هذا كله مبالغة ووهم ومو صحيح. فبتاخدوا لقاح عادي، في بعض الحالات عم تصير اختلاطات من اللقاحات، ما بنعرف ليش، ما في دراسات واضحة. في لقاح، في ناس عم تصير معهم اعراض، هلا هي بالصدفة، هي حدثت نتيجة شغلة تانية، فانا عارفانينا أدوية عم ياخدوها، حالة جسم خاصة، بصير في قصص انه في واحد، ناس تلقحوا ماتوا، ناس تلقحوا في، بس كان ناس ماتوا، لو ما تلقحوا كانوا ماتوا ولا لا؟ هذا سؤال. انه لو ما تلقح، صدفت انه بعد ما تلقح صار معه كذا. طيب نحن فينا نقول هلا انه لو ما تلقح كان رح يصار معه هيك؟ هل ربطنا بيناتهم اللقاح؟ إذا نربط بيناتهم بدنا نحن يصير نفس الأعراض عند نفس الشخص إذا لقحنا. يعني عم نلقح ملايين البشر، ما عم يصير شيء. إذا مش ثابت لسه، كل الدراسات اللي بتقول إنه بيعمل كذا وفلان صاب، مش ثابت إنه السبب هو اللقاح. نحن تخيلنا إنه السبب هو اللقاح، تخيلنا هيك. ليش؟ لأنه الحدث الوحيد البارز طبيا وقبل ما ينصاب المريض انه تلقح، كان ما في شيء، بيقول لك كان ما في شيء وتلقحت. كثير ناس يعني كان ما في شيء ابدا، صابته كورونا قام مات، تشرح الجثه بتلاقي معه سرطان منتشر بالجسم كله. طيب ما كان مبين عليه، ما كان مبين عليه. وبالتالي مو شرط انه هذا اللقاح هو اللي سببك، بدأت تتشرح الجثه، تتشرح واحده وتنتين وثلاثه واربعه وخمسه، تندرس دراسة عميقة لنعرف هل اللقاح عم يسبب وليش. إذا نخلص لنتيجة، سنتعايش مع كورونا فترة من الزمن كي تستقر. يجب وضع حد ورقابة على اللعب بالجينات، مثل التفاعلات النووية تبع الذرات يعني، هي اللعب بالجينات الحيوية، هذا يجب وضع رقابة صارمة عليه، خاصة بهذه الأمراض والآخرة يعني، والأسلحة البيولوجية والأسلحة شو تضخ اختبارات العلمية الجينية، يجب أن تكون خاضعة لمنظمة دولية خاصة بالجينات، هي بتقرر تعطي شرعية وتعطي لا، مسموح أو غير مسموح، وبرقابتها يعني، نعمل منظمة لحظر التجارب الجينية، منظمة دولية لحظر التجارب الجينية، أو وضع رقابة عليها صارمة، إن كان تهجين المزروعات، ولا إن كان تهجين النباتات، ولا إن كان تهجين البشر، ولا التلاعب بالجينات الفيروسات، ولا تشكيل لقاحات، كلها بدها منظمة عالمية لمنع الرقابة ولمنع التلاعب بالجينات التي تكون الحياة على وجه الأرض. هذا مهم كتير. النقطة الثانية اللي قلنا عليها، اللقاح ضروري جدا وغلط كبير إن نحن ما نتلقح. العزل المريض مهم جدا، ابتعاد عنه، لبس الكمامة بالمسافة بالكذا بالآخرية، أدبا وأخلاقا يعني. الإنسان ما إذا كان مصاب ومش حاسس أو كذا أو متعرض، أفضل أنه يعني ما تخد ناس تشعر أنه هو سبب أذاها يعني. إذا لبس كمامة مش عيب، إذا الناس نفسيا مرتاحة ترتاح هيك، فشو عليه، لبس لهم كمامة يا أخي. التسكير مش صح، الإغلاق مش صح، تدمير الاقتصادات بهالطريقة مش صح، الخوف المبالغ به مش صح، التجارة بالموضوع يعني لدرجة إنه صار عندهم شغل يعني الناس يعني، بس ما عندهم شغل غيرها، كمان مش صح.
المبالغات اثبتت كذبه وفشل وعدا عدم صحتها. هيدي الارقام، هيدي مرقنا بزر 2 3 4 5 الى اخره. عدد اللي ماتوا 5 مليون، بالانفلونزا بيموت تقريبا يعني نص هذا العدد، نص هذا العدد. يعني ما في شيء، قلنا لكم انفلونزا سكر زياده، هي هي. لا تخافوا، لا تخافوا، ايه 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 بقر بقر، لا تخافوا. مشيت العالم وهاجت باسم العلم والعلماء والاطباء والصحفيين والحكومات، كلهم لبسوا عملوا موجة هستيريا من نتنياهو ليلحق بوتين. بوتين صار يلبس تبع الفضاء، هذا تبع الفضاء، مو مرعوب على روحه. إيه يعني هاي المبالغات والسخافة تدل على انه العالم بالعقل. انا وصلت لنتيجة انه العالم بلا عقل، يعني ثلاث ارباع مجنون. وهم اجن شيء الاطباء والعلماء والش اسمه والسياسيين والإعلاميين، أجن شيء الإعلاميين. الإعلاميين شغلي بعيد، قال عن الباخرة كان باليابان بعيد عنها شيء 3-4 كيلو متر، لابس كمامة ومتخبي هيك ورا الكاميرا وعم يطلع بطرف عينه يجي فيروس هيك مثل إشعاع نووي، يعني تخيل الفيروسات مثل إشعاع نووي. يعني عم يتصور يا لطيف، وراح على شوارع مدري وين، واقف بنص الشارع وعم يتصور بكل شجاعة وبتحيي المذيعة انه انت كيف عم تخاطر بنفسك وتنزل على الشارع بطوكيو مثلا، طوكيو فاضي، كيف عم تنزل على الشارع بطوكيو؟ لطيف شو هالجرأة، يعني مثل قاعدة، مثل عم يروح عدوما تحت القصف الروسي مثلا، كيف تروح عدوما تحت القصف الروسي؟ فيعني في جنان كان، في جنان كان. وان شاء الله ان شاء الله بتعقل البشرية، ما بعرف بتعقل قبل ما يصير حرب عالمية ولا بعد، ما انا برأيي بعد، قبل ما تحتها درب دقجنا أن شغال، يعني من كورونا للحقيرة أنه عالم بلا أخلاق وبلا عقل وبلا منطق وبلا قادة وبلا قيم. وأدت نتيجة صمنا لها نحن الشعب السوري خلال 10 سنوات يعني من الألم والمرارة والحرقة والقتل والتعذيب، والعالم كله، العالم كله آخر شيء استنتج أنه ما صار شيء ولازم ترجعوا عادي مثل ما كنتوا. يعني الأسد انتصر وكورونا انتصرت، كملوا كملوا لنشوف من سيربح المليون. يتبع